واي والعلم مصروف القياسات تكمله تفسير 165 تفسير 140 في 3.16 مصروف الارقام بي 1 بي 2 بي 3 ايه 1 1 1 0 0 1 الاكس مع اكس واي بالعلم اللي هم ثلاث قياسات الفي عباره عن في 1 وفي 2 وفي 3 القياسات دي ايكوال بريسيجن ايكوال ويت مش اوزان هجيب ايه ترانسبوز ايه؟ الايه ترانسبوز يبقى عباره عن 1 1 0 تمسك الصف عمود عمود صف وضربتها في المصفوفه ايه؟ تطلع 2 1 1 2 وبعدين بتلاقي المعكوس معكوس المصفوفه الثنائيه عباره عن ايه؟ لو عندي مصفوفه 2 في 2 بتلاقي المعكوس ازاي؟ بجيب المحدد واحد على المحدد وبعدين بدل على راس القدر الرئيسي وغير شهر ايه؟ شهر المصرية الأمريكية. تقريبا كام احنا بنسميه؟ ايوه. المصروف عليه. عايز اجيب المصروف ازاي؟ 4 ناس 2 في 2 2 في 2 في 4 ناقص 1 في 3 يبقى المحدد 3 بجيب المعكوس بقسم على المحدد 1 على 3 وبعدين ببدل على راس القطر الرئيسي القطر الرئيسي هي 2 2 فلو بدلت 2 2 يبقى 2 2 وغاية اشارة على راس القطرين الاخرين ناقص 1 ناقص 1 بقسم على المحدد وغير على راس القطر الرئيسي وغير اشاره عناصر الايه؟ الخطيه. وبعدين ايه ترانسبوز ال؟ طبعا ايه ترانسبوز ال؟ يبقى الاكس عامل يساوي ايه ترانسبوز ايه؟ ماينس 1 ايه ترانسبوز ال؟ يطلع لي لو راح نفرض الارقام دي من الارقام اللي احنا حللناها في المثال السابق تطلع نفس القيم. يبقى الحل واحد سواء سويت الجلوبال لوكيشن مباشره او سويت الايه؟ او سويت الحل. يطلع الحل واحد. السؤال بقى دايما بيطرح نفسه. السؤال المزعج عندنا وهو احنا حسبنا المسافه اكس 190.43 المسافه واي 203.1 مايل بلس 4 ناس كام؟ انت فاكر الاسبوع اللي فات؟ ما ينفعش قيمة أحطها أبسولوت فاليو صح؟ لازم أحطها في صورة التيرمال التيرمال ده معناها لازم أحسب الستاندرد دي يبقى الإكس والواي إحنا طلعنا في الفكرة الرقم ده وصل لمين فاليو؟ بلس أور ماينس كام؟ ده اللي عايزين نوصله يبقى أي قيمة ممكن نحسب لها الستاندرد دي أو الستاندرد إيرور بعد ما نستخدم الليست سكوير نشوف إزاي Better situation for precision for just quantity. عشان نحسب precision يبقى احنا عملنا adjustment. لما بتقول لي اكس تساوي 203.43 اقول لك بلس ماينس كام؟ نفس الشيء هو 203.19 بلس ماينس كام؟ نشوف يا شباب مع بعض. حسبنا الاكس خلاص مش كده؟ يبقى انا احسب البي ايرورز المعادلة الأصلية بتقول إيه؟ إيه إكس يساوي إيه بلس دي؟ المعادلة الأصلية عندك إيه إكس يساوي إيه بلس دي؟ الأخطاء زائد ثلاث الأخطاء. أنا عندي إيه موجودة وإكس حسبتها وإيه اللي موجودة؟ يبقى أقدر أحسب الفي. الفي هتساوي إيه إكس ماينس إم. يبقى أقدر أحسب كل قيمة كل قياس في خطأ في المكان اللي هي الفي. يبقى أقدر أحسب الفي. إيه إكس ماينس إم. في السيجما دي كنا بنحسبها ازاي؟ السيجما دي كانت بتحسب ازاي؟ سيجما بي سكوير على ان على ان ماينس 1 تمام؟ هنا في الاكس سكوير سيجما بي سكوير على ار الار ده ايه؟ ان ناقص ان اللي عدد قياسات الزياده احنا قسنا ثلاث قياسات
سكوير عبارة عن سكوير روت سيجما بي سكوير على ار اللي هي ام ناقص ام. حضرتك حسبت الايه؟ حسبت المعادلتين بي بي 1 وبي 2 وبي 3. بي ترانسبوز بي اللي هي بي سكوير. راحت. بي ترانسبوز بي اللي هي بي سكوير. بتعمل ضرب بي 1 تكبير زي بي 2 تكبير زي بي 3 تكبير. على الار اللي هي ام ناقص ام. دي القياسات مش موزونه. لو القياسات فيها اوزان هضطر استعمل مصفوفه جايه سيجما دبليو في سكوير اللي هي عباره عن بي ترانسبوز دبليو في لو شغال مصفوفات. يبقى لو شغال بدون مصفوفات سيجما بي سكوير على ار. لو شغال مصفوفات بي ترانسبوز في. لو شغال بالاوزان سيجما دبليو في سكوير. لو شغال بالمصفوفات بي ترانسبوز دبليو في على ار. لو فيها اوزان اقدر اكسب سيجما زيرو. طيب انا عندي كام مجهول؟ مجهولين هما الاكس والواي. الاكس والواي احنا جبنا مصفوفه اللي هي ترانسبوز ايه ماينس 1. مصفوفه دي ايه ترانسبوز ايه ماينس 1. ايه ترانسبوز ايه ماينس 1 عباره عن ايه؟ 2 على 3 ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3 2 على 3 صح؟ دخلت الكيب جوه. يبقى المصفوفه دي ممكن نكتبها ازاي؟ 2 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3 2 اوفر 3 خلاص؟ القطر الرئيسي للمصفوفه كام؟ 2 على 3 و2 على 3. عناصر القطر الرئيسي تحت الكف مضروبه في سيجما زيرو هي سيجما المجاهيل. تاني يبقى الاجيال المصفوفه ايه ترانسبوز ايه ماينس 1 سواء في اوزان او مفيش اوزان. عناصر القطر الرئيسي المصفوفه دي مربوطه برمز كيو. ايه ترانسبوز ايه ماينس 1 مربوطه برمز كيو كابتن كيو عشان نبقى عارفين ماس كيو جت منين. مربوطه برمز كيو دي عباره عن مصفوفه ايه ترانسبوز ايه ماينس 1 او ايه ترانسبوز دبليو ايه ماينس 1 لو في بقى دخلت فيها اوزان مرفوعه برمز كيو وبسميها كوفارينس ماتريكس. عناصر القطر الرئيسي للمصفوفه العنصر الاول هجيب له الجذر جذر تربيعي كيو اكس اي اكس اي اللي هو الجذر التربيعي للعنصر الاول من القطر الرئيسي مضروب في سيجما زيرو فيطلع سيجما المجهول الاول. انا بكتبها اكس واي. لو بصينا المصفوفه اللي فوق هلاقي القطر العنصر الرئيسي عناصر القطر الرئيسي 2 على 3 و2 على 3. هجيب لها الجذر التربيعي اللي هي كيو اكس اي اكس اي. واضربها في سيجما زيرو يطلع ايه؟ يطلع السيجما للاكس. العنصر الثاني سيجما الواي. لو طلعنا بريفر عناصر القطر الرئيسي هتكون 2 زي بعض. وبالتالي سيجما الاكس تطلع سيجما الواي. نفس القيمه اللي القياسات فعلا مناسبه جدا. خلاص؟ تاني يا دكتور تاني. احنا قلنا احنا بنعمل ادجستمنت يا جماعه حسبنا المصفوفه دي. ايه ترانسبوز ايه ماينس 1؟ لو فيها اوزان يبقى ايه ترانسبوز دبليو ايه ماينس 1؟ يبقى صورة تنبيه كوفارينس ماتريكس مرتبة رمز كيو. عناصر القطر الرئيسي المصفوفة هنا في المسائل اللي عندي 2 على 3 و2 على 3. العنصر الاول هجيب جذره واضربه في سيجما زيرو يطلع الستاندر ايرور للمجهول الاول. المجهول الاول عندي اللي هو ايه؟ اكس. يبقى اكس تتكتب ازاي؟ كنت بيتا 3.65 بلس اور ماينس سيجما زيرو جذر 2 على 3. يبقى اجيب الكوفارنس مات اكس اللي هي كيو اللي هي عباره عن ايه ترانسبوز ايه ماينس 1 او ايه ترانسبوز دبليو ايه ماينس 1 عناصر القطر الرئيسي واجيب لها الجذر التكبير واضرب الجذر في سيجما زيرو. الرقم الاول يمثل سيجما دي اكس المجهول الاول. الرقم الثاني يمثل سيجما واي المجهول الثاني او حسب ما انت مرتب حسب ترتيب الملايين بتسميه. طبعا في المثال ده يمكن القطر واحد وبالتالي يطلع سيجما اكس وسيجما واي. الاثنين متساويين لان القطر ايه؟ قطر مصفوفه واحده. خلاص؟ عايزين ناخد مثال لو فاكر الدراسات هو
بيساوي بنش مارك 4 ماينس 2.02 زائد بي 5.
واضح معايا كده؟ طيب عايز اكون مصفوفة المعاملات ايه؟ يلا كود مصفوفة المعاملات